سهلا ومرحبا. اليوم كنتلاقاو مع ود الحي محمدي اللي هو السي رشيد زكي من مواليد 1970 وبالضبط ببلوك 21. صحيح. اب لطفله هدايه. كنوجه لها التحيه من هذا المنبر. كنقولوا هذا سيد رشيد، حنا تلاقينا معاك بمدينه الاسماعيليه، مدينه تونس، وبالضبط بمهرجان فيكا الدوره ديال 20. اشنو الدور ديالك انت هي بهذا المهرجان؟ المهرجان اولا كنظموا صديق ديالي اللي هو السي محمد بيوض، واللي دار نفس التكوين اللي درت في كليه بن مسيك اللي هو التنشيط الثقافي. هو كان في الدفعه الثالثه وانا كنت في الدفعه الثانيه، فكجمعنا صداقه وانا عارف على هذا الفيستيفال الولاده دي قبل ما يدار هذا الفيستيفال كيفاش كان كيحلم به سي محمد بيوض. فملي بيوض جاتو فرصه ودعم من الانستيتيو فرونسي في الاول انه يدير المهرجان، فكنت من اول المساندين. ديك الساعه كنت اشتغل كصحفي، كنت من اول المساندين للمهرجان وحضرت لهذا المهرجان. نقدر نقول ان اقدم مشارك في المهرجان هو انا شخصيا، لانني كندير التغطيه ديال المهرجان منذ الدوره الاولى، ملي كنت في الصحافه المكتوبه حتى الصحافه في انترنت في دوزيام، حتى البرنامج ديالي صوره، حتى وليت كندير المراسلات اليوميه ديال المهرجان. هو هو يعني احنا كيف ما شفناك، شفناك في الاخراج، شفناك في الافلام، تكلمنا شويه على واش انت ناحي سينمائي او صحفي؟ هو في الحقيقه علاقتي بالصحافه، هو الصحافه هو المهنه اللي كنت باغي ندير اساسا. ولكن في واحد الفتره من الحياه ديالي دفعت المعهد وما تقبلتش، لان ما كانتش عندي لا مونسيون في السنه اللي داروا معهد الصحافه بلا ليسونس، لان هي كدارير بالباك، وعاودوا رجعوا لا فورميل من الباك انه ردوها اون ليسونس، فرفضوني لان كانت خاصها نقطع على لا مونسيون، بقى فيا الحال. وقلت لهذاك السيد اللي كيتستقبل الملفات، قلت له طردتوني من الباب غادي يرجع لكم من الشرجم. ومرت سنوات درت التنشيط الثقافي بن مسيك، مشيت قريت عامين اخرى، خديت ليسونس اخرى ودرت ستاج، وصدفة لقيت ورقة طايحة في الأرض فيها إعلان ديال جريدة، عيطت اللي هو كانت جريدة لوروبورتير، جاوبتني المديرة اللي هي باهية العمراني، استقبلتني وأعطتني فرصة أنني نكون صحفي في ثقافي، وخدمت معها تقريبا سنتين، ومن بعد مشيت لا نوفيل فرانكوفون، من بعد مشيت سنتين، من بعد مشيت لا نوفيل تريبيون سنة، وفي الوقت ديال نور الدين السيل تم المناداة علي باش نشتغل، باش نجي لدوزام ونكتب في البوابه ديال دوزام، البوابه دوزام.ma، فملي باقي ما كاينش انترنت في المغرب، كاينه فقط دوزام.ma ولو بورتاي ديال المناره، ما كاينش انترنت نهائي في المغرب، فكانت البوابه ديال دوزام، واشتغلت كصحفي مختص في السينما. وكان هذا ان فري شالنج، لانك ملي تشتغل صحفي كتكتب في السينما والمدير ديال القناه هو نور الدين السيل، خاصك تفكر قبل ما تكتب، فهنا جات علاقتي بصحفي. بيان سور بيان سور، ان كرون مسيو، وفقد كبير، فقد كبير للمغرب. صحيح 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 صحيح. كنت كنفكر ندير تدريس، كان هو التدريس، وبالفعل درست من بعد، لان علاقتي انا بمكناس، انا مرتاح في مكناس، لان مكناس كنت كنقري فيها هنا في واحد المعهد ايسيماف ديال حسن الروخ ودريس الروخ، معهد ايسيماف، قريت ماده السيناريو والتحليل الفيلمي لسنوات، والطلبه ديالي الان متخرجين، كيديروا مساعدين المخرجين، كيديروا مديري التصوير، كيديروا المونتاج سواء هنا في المغرب او في الامارات. دونك الطلبه ديالي كيشتغلوا، فكانت عندي هوايه انني ندرس. ولكن من بعد بما انني اهوى الكتابه داتني العشق للسينما، وبما انني اهوى الكتابه مازال داني العشق انني نكتب السيناريو، فمشيت للسينما. هذا
شوف بالنسبه ليا الحي المحمدي ماشي ديك الهضره اللي كتقال بالشوفينيه ديال حنا اولاد الحي اولاد، لا فعلا الحي المحمدي في فتره من الفترات كانت فيه حركه ثقافيه حقيقيه، حتى الفتره اللي عشت فيها، لانني اول الدروس تعلمتها في دار الشباب حي المحمدي مع الزعيم عباس في النادي الادبي، مع حميد باسكيت اللي كان كيدير لنا حتى الاخراج في ليسي عقبه. بصح الزوج ديال سعيده بعدي ومحمد الخطيب في جمعيه العمل المسرحي وسي كارس، وكنا كنجيو لدار الشباب وكاين ليكيب ديال الهوند، وفي نفس الوقت كاين البوكس لي فرير عاشق كيدربوا. كانت واحد الحركه حقيقيه زعما في الحي المحمدي، ومن هنا في الحقيقه كانت انطلاقه، لان الوسط اللي كتعيش فيه هو اللي كيدير شخصيتك. فكنشوف انا الناس ولاد الحي المحمدي عندهم شخصيه خاصه زعما الصراحه نقولوها، لانه كان الغيوان كان سينما سعاده، سينما شريف، سينما شريف شفت فيها فيلم اوركا، ودازت تقريبا 17 او 18 سنه او 20 سنه، وكنت في مهرجان مراكش وكنتلاقى مع بطله فيلم اوركا اللي هي شارلوت رومبلين، كندير معها سي جواب وكنكون متفاجئ، وكتقول لي علاش انت متفاجئ؟ كنقول لها لانني اول صوره سينمائيه شفتها جالس في الارض في سينما شريف وخوخه، كنخلصوا كناكلوا عصا الله يرحمه باقي حي الله يطوله في العمر، وجالس في الارض وكنشوف في ليكرون بحال هكا. قلت له اول مره شفت واول صوره شفت في السينما هي انت. فسينما شريف وسينما سعاده ساهموا في الثقافه ديالنا، دار شباب الحي المحمدي والدرب ايضا. شحال من فيلم درتي الاخراج ديالك؟ لحدود الساعه كتبت 6 ديال الاشرطه قصيره كتبتها ودرت لها الاخراج، وكتبت مجموعه من الاشرطه القصيره لبعض الاصدقاء، عبد الواحد مجاهد، دريس الروخ، كتبت مجموعه من الاشرطه القصيره، وكتبت شريط تلفزيوني اللي كان داز على القناه الثانيه مع اخراج علي الطاهري ظل الجريمه في 2005 كنعتقد، وكتبت الحلقات 10 حلقات في الجزء الاول ديال بنات لالا منانه، هذاك لو بروجي اللي درنا لادابتاسيون انا ويوسف بريطل وسامي اقريون وراس قلي من المسرحيه ديالهم ومن المسرحيه ديال فيديريكو غارسيا لوركا. ما تنساش تهضر على ايتابيا واخا؟ ايتابيا انسان مهم في الحقيقه، وشي نهار نعيط ليه يمثل معايا. هو كاين 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 كاين، ولكن تينوض لك الشعر. صحيح. قلت قبيله واحد العباره كنعتقد التقطيها، هو ان عند ملي كتحب الكتابه كتمشي الكتابه بجميع الاشكال ديالها. فانا شخصيا كنت كنقرا مزيان وكنقرا بزاف، ودونك ملي قريت عمر بن الخطاب في الابتدائي، وقريت الساقيه الحمراء في اعدادي، وقريت عقبه بن نافع في الثانوي، وكليه الادب المحمديه في لافاك الاولى 4 سنين ديال الادب الفرنسي، وعامين ديال التنشيط الثقافي في لافاك ديال بنمسيك. شكون يقرا معك في طول معك القرايه في الاقسام؟ مسك مصطفى مسك، واللي كنسميه جيبا كنوجه ليه التحيه، هو اللي كان كيقرا معايا، وكان منافسه بيني وبينه، كان كيقرا مزيان، وكنت كنجي انا الاول وهو الثاني، ولا انا الثاني هو الاول، ومن بعد وليت كنجي الثاني، لان الى جيت الى بلاني الله وجيت الاول كيتبعني بالحجر. دونك وليت كنجي الثاني خوفا من مصطفى مسك اللي كان وجهي التحيه. صحاح هو السينمائي يستافد من الصحفي، لان ملي كتكون كتكتب السيناريو كتستقي المواضيع ديالك سواء من الشارع او من الكتوبه او من المقالات. فملي كتكون صحفي كتبحث، كتعلم انك البحث والاناليز والملاحظه، فهذيك الملكه اللي تطورت ليها من عند الصحفي ديال الملاحظه هي اللي استغليتها في كتابه السيناريو. صحيح. راشد على ام شفت الاخراج وخرجت تبارك الله بزاف ديال الافلام وكتكتب، علاش ما فكرتيش دير شي حاجه على الحي محمدي
بالنسبه لدير شي شريط وثائقي على الغيوان والمشاهد وشي شيء زعما شي حاجه اللي عند الحي محمدي ما تقولش لينا على الحي. هي فكره هي كدور في الذهن ديالي ولكن خايف نقول لك الصراحه خايف لان كارتي اللي كتعرفو وكتحبو كتخاف انك ما تصوروش مزيان انك غتشوفو بقلبك ما تشوفوش بداك لو غوكول داك المسافه لان ما كاينش مسافه بيني وبين الحي المحمدي. فبزاف الافكار في الدين ديالي ولكن الاشتغال الاكبر هو انني كنحاول نخلق مع ذاتي المسافه مع الحي المحمدي باش نقدر ندير نكتب عليه شي حاجه او نصور فيه شي حاجه. كنخاف من الحي المحمدي انا. هاد الموستاج واحد اللحظه كنت كناخذ العطله ديال السنويه ديالي في اوت كنت كنحسن الموستاج وواحد المرات ما كنخرجش من الدار كندير داك الموستاج ديال هتلر كنت لا ما نقدرش نخرج به. ففي واحد اللحظه من وراء العطله الموستاج قلت نلقى شي شكل وما بغاش يشد ليا الموستاج في الاول ما بغاش يشد. وهنا كنوجه ماشي تحيه كعزاء لصلاح الدين الغماري اللي هو صديق ديالي في القناه الثانيه هو اللي وراني الفورميل باش نربي الموستاج ديالي باش يشد لا فورم هو انني ندير التمر باش اوميم طون نغديه تغدى الموستاج وواحد اللحظه صافي ولا الموستاج شاد كندير له شويه ديال الدهن ولكن الموستاج شاد. كيقول لي كل اللي كيقول لي دالي كل اللي كيقول لي المنفلوطي كل اللي كيقول لي الموستاج اي ما سهلاش انك تصلع ولا دير موستاج لان كتولي عندك واحد الحاجه كيشوفوك بان حتى في الزنقه كتكون عندك اللحيه كيقول لك اللحيه ملي كتكون عندك موستاج كيقول لك الموستاج بارفوا كيقول له العزوه ماشي ماشي فهمتيني الكاسكيطه كيدور باللون بهذا فانت بدل ما تدوز اين ابيرتو كدير لك انت واحد لاتوش ولكن انا ما قصدهاش لان انا بطبيعتي ما كنبغيش نبان بزاف ولكن حبيت هذا الشكل وخديت واحد لو ريسك وهنا في الفيكام سكي مانيفيك كيجيو عندي الدراري الصغار بما انهم كيحبوا لا بون ديسيني وكيعجبهم الموساج ديالي كيضحكوا لي زونفو يقدروا يضحكوا مي بارفو كيضحكوا عليا حتى الكبار زعما كتجيهم غريبه ولكن انا ما بغيتش ندير شي حاجه غريبه انا بون كيما يقول لي شي واحد الموساج كنقول له الا بغيتي نسلفك نوريك كيفاش دير الموساج سي دوفوني دابا واحد لاتوش ديالي ولات في بارتي من المدار ديالي ووليت كنبغيها.